الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم فلنشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل كل الدهور والملك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة إلى الشرق انظروا أنت هو الشاروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذوي الستات الأجنحة يسبحون بغير سكوت قائلين نانست الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجد
يديك الأقدس قدوس 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 بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم ألم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضام بل تأتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام زرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء مريم تجسد وتأنس خلاص وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي أظهر فيه ليدين المسكونة بالعهد ويعطي كل واحد فواحدين نحو أعمالي كرحمتك يا رب
الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. نؤمن. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، والطوباويتين المحياتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظرا نحو السماء إليك يا الله أبوه والسيد كل أحد وشكر. آمين. وبارك وقداسه. آمين. نؤمن ونعترف ونماجد. وقسمه وأعطاه لتلاميذه ورسل القديسين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا أيضا الكأس من بعد العشاء مزجها من ثمرة الكرمة والماء وشكر. آمين. وباركها. آمين. وقداسها. أيضا نؤمن ونعترف ونماجد. وذاقها وأعطى أيضا لتلاميذه ورسل القديسين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد
الذي يسفك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحق آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين آمين. يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتاد نسبحك نباركك نشكرك يا رب ولك الضرع إليك يا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المهوب المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. نؤمن. وهذه الكأس أيضا دما كريما لعهد الجديد الذي له. وأيضا نور.
مخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب. مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.